اسلام، عايز اخدك لنادي الزمالك اسوريو تحديدا، ايه رايك فيما يقدمه اسوريو في الفتره الماضيه وما بين الراي اللي بيقول اسوريو يمشي بنهايه الموسم او يكمل فرصته للموسم القادم؟ بص انا سمعت المقدمه وانت بتتكلم على اسوريو، بتقول ان هو النتائج اللي قبل اسوريو مع فيريرا او اي مدرب المؤقتين ما كانتش في افضل حال، وكان الفريق بيغير خططه اكتر من مره. فانت جايب مدرب 4 مباريات فقط، هو بيحب التدوير في الاساس وعايز يستكشف اللعيبه اللي معاه، لان هو ماضي عقد لنهايه الموسم ده ونهايه الموسم يعني الموسم ونص يعني صح. فبالتالي هو عايز يعرف مين العناصر اللي هتكمل معاه للموسم المقبل، خصوصا ان كمان فرص الزمالك في ان هي تكسب الدوري السنه دي تكاد تكون ضعيفه، يعني هي على ورق موجوده بس قليله. فلما تيجي تتكلم هو الراجل عايز يشوف كل العناصر المتاحه. دفاع عنه عشان هو كولومبيا. ايه دفاع عنه عشان هو كولومبيا؟ اه تمام. لاحظ اسلام كولومبيا كده هيدافع عنه عشان هو كولومبيا. تيجي تلاقيه هو اشرك في اول 3 ماتشات بس 22 لعيب من 36 في قائمه الزمالك. ده رقم ضخم، بيتكلم على 65% من قائمه الفريق. تتكلم ان هو بيجرب كذا لعيب في اكتر من مركز. حمزه المسلوسي لعب في ماتش بروكسي خط وسط، شيكابالا نفسه لعب في خط وسط، وعشاد بيهم هما الاثنين، حسام عبد المجيد وحسام عبد المجيد لعب خط وسط في ماتش الاسماعيلي. فبالتالي هو الراجل عايز يجرب اكبر قدر ممكن من التجارب في الفتره الحاليه علشان يوصل في نهايه الموسم انا العناصر ديت اللي عايزها، العناصر ديت ما تنفعنيش في النادي، فبالتالي العناصر او المراكز دي اللي هبقى محتاج فيها تدعيمات عشان ابدا الموسم الجديد تبدا تحاسبني من البدايه. بس طبعا الاوضاع اللي بيمر بيها نادي الزمالك ما بتسعفوش للاسف في الوقت الحالي. حلو، رايك ايه الزمالك دلوقتي؟ صح. وسوري ما يكملش؟ لا لا، مش قصه يكمل ولا ما يكملش، هو التقييم اصلا اسوري هيبقى صعب قوي، لانه النادي بيمر بازمات اداريه كبيره جدا. انت مش عارف مين رئيس نادي النهارده، النادي بيدار ازاي، اللعيبه نفسها اللي هيجدد لها مين اللي بيتفاوض معاهم، انت بتسمع اسامي ناس مالهاش علاقه بالنادي هي اللي بتتفاوض مع اللعيبه، لعيب مضى النادي تاني فبيتوقف لنهايه الموسم. انت سمعت في مقدمتك اتكلمت على الفكره دي، انه لا حرام، انا لاعب بياخد مرتب المفروض يكمل نهايه الموسم يكون موجود في الملعب. ففي النهايه حاله اللخبطه الاداريه والفنيه اللي موجوده كمان في الفرقه واللي مستلم عليها الفرقه ممكن تبقى ظالمه لاسوريو. طبعا ظالمه لاسوريو في النهايه، زي تجربه سواريش، زي ما انت ذكرت تجربه سواريش مع النادي الاهلي برضه هي تجربه في النهايه ظالمه، ولكن كمان الاسوء في نادي الزمالك ان هي مع انهيار اداري. فهنا ايا كان، لو انا قلت لك النهارده لا اسوريو يكمل، هو ممكن مع الاستقرار الاداري ما ينجحش مع نادي الزمالك، وممكن اقول لك لا اسوريو يمشي، وهو لو كان كمل الامور كانت احسن. فانا بناء ما ينفعش اقيم، التقييم لازم يكون مبني على اسس، لازم يكون في اداره ثابته ومستقره في النهايه، فرقه هو اختارها واشتغل عليها وجرب وعمل فتره تحضيريه عشان يقدر ان هو يختار القوام والشكل الاساسي. والنقطه الثالثه هو ياخد كمان على الاجواء، اول مره يدرب في مصر مع نادي الزمالك، فبالتالي كل محتاج اجواء محتاج وقت.